طبعا في قصص كتير قوي وحكايات كتيره جدا عاشها الشباب المتطوعين اللي بيقوموا بدور كبير جدا في القوافل الانسانيه والقوافل الاغاثيه اللي بتقدم لاهالينا في قطاع غزه. الشباب اللي بيقوموا بتعبئه الكراتين في البدايه وبعد كده بيحطوا هذه الكراتين في الشاحنات والتحرك بيها لحد معبر رفح، اعتقد مجهود كبير جدا قاموا بيه خلال الفتره اللي فاتت. يا معانا على تليفون عبد الله محمود احد المتطوعين ضمن قوافل الاغاثه لغزه. صباح الخير عليك يا عبد الله، اهلا بيك. صباح الخير عليك يا استاذه منى وعلى كل مشاهدين صباح الخير مصر. تسلم ايديكم، ربنا يديكم الصحه والعافيه ويكرمكم يعني وتكملوا في الشغل المحترم اللي انتوا بتعملوه. الله يكرم حضرتك. لما نيجي نقول بتعملوا ايه بقى بالظبط، طبيعه العمل اللي قمتم بيه في المساعدات الانسانيه عشان تقدروا توصلوا المساعدات لاخواتنا في غزه؟ طيب خلينا نبدا الاول ان احنا مؤسسه صناع الحياه مصر مشاركين في قافله غزه ضمن مؤسسات التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي. احنا كنا مشاركين في القافله بمواد غذائيه وبمساعدات طبيه وصحيه لاهالينا في غزه. يعني بدا الموضوع اصلا من خلال ان احنا بلغنا يوم الخميس اللي فات اللي قبله بان احنا في خلاص احتماليه كبيره جدا تطلع القافله في خلال يومين. بدانا سريعا جدا ان احنا نجمع التبرعات اللازمه عشان نطلع بالقافله، والحمد لله ربنا يعني وفقنا وكرمنا ان احنا ان احنا نقدر نساعد او نشارك في القافله ب 8000 كرتونه غذائيه، وبدا العمل عليها في خلال يعني وقت قصير جدا، يمكن في خلال 48 ساعه جبنا كل المواد اللازمه بخصوص تعبئه الكراتين ديت، وكمان يعني طرقنا بيها على طول بعد يومين لسينا. عبد الله انتوا ابطال الحقيقه، يعني انتوا موجودين في مكان غايه في الحساسيه وموجودين زي ما انت قلت بقالكوا 13 يوم، انا عايز اعرف بس جانب اخر من الموضوع، انتوا عايشين ازاي 13 يوم دول؟ احنا كنا قاعدين هناك، يعني كان في اماكن موجوده في العريش بنقدر ان احنا نبات فيها. بصراحه يعني لما كنا بنبات في المعبر، احنا بيتنا هناك تقريبا 3 ليالي في المعبر، كان بصراحه يعني في قمه بقى التعاون ما بين المؤسسات الخيريه المختلفه، ما فيش حد يقول لك لا انا فلان وانت فلان، لا ده كله مع بعضه بيساعد بعض. في بعض المؤسسات الخيريه اللي تكفلت بصراحه باكل الشباب المتطوعين اللي موجودين هناك. في بعض المؤسسات برضه اللي تكفلت بالخيم اللي كانت موجوده هناك اللي شفناها، يمكن يعني اليوم كله موجودين في الشارع يا عبد الله يعتبر. موجودين، احنا حرفيا موجودين على اهبه الاستعداد على التعليمات ان احنا حاليا داخلين، فهنخش حالا داخلين بعد ساعه، فاحنا لازم نكون جاهزين وواقفين على الارض عشان نقدر ندخل المساعدات. الله يحميكم يحفظكم، بس عايزه اعرف يعني الكرتونه بتبقى تقيله علشان تقدروا تعبوا الكراتين وتقدروا تنقلوا الكراتين اصلا للشاحنات، اعتقد ده كان مجهود بدني كبير. انا عارفه ان الكرتونه لازم كل الحاجات اللي فيها تكون صلبه علشان التفتيش اللي بيحصل وانها تكون ما فيهاش اي حاجه سائله او انها ما تكونش مثلا وجبات مطبوخه، كله لازم يبقى مواد جافه او مواد معلبه. ده حقيقي، احنا الكرتونه كانت يعني اصلا مكونه، احنا ما نقدرش طبعا نحط في الكرتونه رز او مكرونه او حاجات زي كده عشان هيكون من الصعب طهيها، فلازم تكون معلبات جافه. يعني احنا كان عندنا في الكرتونه فول موجود، برضو بروتين زي بيف موجود، تونه موجود، جبنه موجود، تمر موجود، في كل كرتونه ازازه ميه موجود برضو مع الكراتين. كان برضو احد الحاجات الكويسه جدا ان احنا واحنا موجودين هناك في العريش جالنا مساعدات كتير جدا نقدر ان احنا نضيفها مع الكراتين، برضو مواد جافه، فعمليه التعبئه اصلا تمت يعني ما شاء الله والله تم بشكل سريع جدا لكل الشباب المتطوعين، يعني لبوا نداء اول ما قلنا على طول ان احنا عندنا قافله، وكنا حريصين غايه في الحرص ان الكراتين تكون متعبيه بشكل كويس جدا بحيث توصل برضو بشكل يقدر المستفيد او الاهالينا في غزه يستفيدوا منها. كنا حريصين برضو تكون الكراتين موجوده على بلتات ومتغلفه تغليف كويس جدا عشان يبقى فيه سهل في عمليه النقل، ما يكونش الموضوع صعب جدا. يعني ده كل الموضوع، حتى لما احنا وصلنا لسينا
احنا قعدنا يومين عشان الحاجه تدخل جوه ارض المعبر. يعني في خلال اليومين دول احنا كنا بنشيك على كل التريلات اللي موجوده معانا بحيث ما يكونش في اي كرتونه تضررت مثلا ممكن من اعمال النقل والطريق، ولما كنا بنلاحظ اي حاجه زي كده كنا بنفضي معانا كراتين اضافيه، بنفضي الكرتونه وبنعبيها تاني بشكل ما كويس عشان ما تكونش مثلا حصل فيها اي خدش او اي حاجه، وبنضمن ان الحاجه واصله بشكل كويس. يعني عظيم طبعا. عبد الله، بكل تاكيد مش كل المتطوعين اللي بينتموا لنفس المؤسسه اللي انت منها راحوا في هذه السفريه وهذه المهمه الشاقه الحقيقه، لكن اول ما عرفت ان المؤسسه اللي انت بتنتمي ليها هتقوم باعداد قوافل وهتروح لاهالينا في غزه، هل كنت متحمس انك تكون من المشاركين؟ انا كنت متحمس جدا 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 جدا، حسيت ان ده يعني واجب انساني لازم نقوم بيه. يعني لما احنا بنشوف مثلا يعني خليني بقول لحضرتك بشكل ما يعني واقعي شويه، احنا كنا قبل كده بيبقى مثلا نفسنا ان احنا نعمل حاجه، بنقول يا رب احنا نفسنا نعمل حاجه لاخواتنا هناك بس لا نملك غير الدعاء، فلما ربنا سبحانه وتعالى يعني فتح لنا مجال او سكه كله طبعا بلا شك كان عنده الدافع الانساني ان احنا ننزل ونكون حريصين على ان المساعدات دي توصل لهم، نفس الدافع برضو اللي خلانا موجودين هناك 12 يوم كاملين عشان خاطر الحاجه تدخل لاخواتنا، ده برضو كل الدافع اللي بقول لحضرتك ده دافع الشخص، الدافع كان مشارك فيه جميع المتطوعين من مختلف المؤسسات وبالتحديد متطوعين مؤسسه صناع الحياه، من اول حتى التعبئه، من اول حتى حملات التبرع بالدم اللي تمت قبل القافله بيومين في 25 نقطه في مختلف المحافظات الموجوده. كل الشكر ليك عبد الله محمود، احد المتطوعين ضمن قوافل الاغاثه لغزه، شكرا جزيلا ليك وشكرا جزيلا لمجموعتك.